وبينما هو في الطريق وفي ظلمة الليل وشدة البرد ظل الطريق وأخطأ الطريق، ظلام ليل وشدة برد وضياع عن الطريق، وهذا من حكمة الله سبحانه. فأبصر نارا ففرح بها وقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ذهب إليها فلما قرب منها وإذا هي نور وليست نارا. وعند ذاك كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان يعني ثعبان عظيم ولا مدبرا ولم يعقب، خاف من الثعبان، قال له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فأقبل وأخذها خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فأخذها فعادت عصا في يده، ثم أمره أن يدخل يده في جيبه فأدخلها وأخرجها وإذا هي بيضاء كالشمس. آيتان من آيات الله ومعجزتان أعطاهما الله لموسى وقال له اذهب إلى فرعون. فرعون الذي هرب منه وخاف منه يقول الله له اذهب إليه، فخاف وطلب من ربه عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا يساعده، فاستجاب الله دعوته وجعل معه أخاه هارون نبيا ووزيرا. ويقول ما نفع أحد أخاه مثل ما نفع موسى أخاه، حيث إنه دعا الله له أن يجعله نبيا فجعله الله نبيا.